تخصيص فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين والمؤيدين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معكم ومعي يا أبائي أخوتي أمين. فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم: إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة أحتج عما في أمري بأكثر سرور، ويمكنك أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا ولا أهيج الجمع لا في المجامع ولا في المدينة، ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشكونني به الآن علي. ولكنني أقر لك بهذا، بأنني حسب الطريق التي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله أبائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء، ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنها سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأسمة. لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عصرة أمام الله والناس كل حين. وبعد سنين كثيرة جئت لأصنع لأمتي صدقات وقرابين، وفي ذلك وجدني قوم من اليهود من أسيا مطهرا في الهيكل لا مع جمع ولا في فتنة، وكان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء، وليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا فيا من ذنب وأنا قائم أمام المحفل. إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بهم: إني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. أما فيليكس الذي كان أعلم بالطريقة فأمهلهم قائلا: متى إن حضر لسياس قائد الألف أفحصوا عن أموركم، وأمر قائد المئة أن يحرسه ويمنحه رخصة، وأن لا يمنع أحدا من خواصه عن خدمته. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم 24 من شهر برمهات المبارك أحسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم، ونحن في هدوء اطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مساء مثل هذا اليوم من سنة 1968 لميلاد المسيح، وفي عهد قداسة البابا كيرلس السادس، البابا 116 من باباوات الكرازة المرقسية، بدأت سيدتنا كلنا وفخر جنسنا مريم العذراء تتجلى في مناظر روحانية نورانية في وعلى قباب الكنيسة المدشنة باسمها الطاهر في حدائق الزيتون من ضواحي مدينة القاهرة. وقد توالى هذا التجلي في ليالي متعاقبة بصورة لم يعرف لها نظير في الشرق أو في الغرب، ويطول هذا التجلي في بعض الليالي إلى بضع ساعات دون توقف أمام عشرات الآلاف من البشر من جميع الأجناس والأديان، والكل يراها بعيونهم ويشيرون إليها ويستشفعون بها في ترتيل وابتهال ودموع وتهليل وصلاة، وهي تنظر إلى الجماهير نظرة حانية ترفع أحيانا كلتا يديها تباركهم من جميع الاتجاهات. وأول من لاحظ هذا التجلي هم عمال مؤسسة النقل العام بشارع تومان باي والذي تطل عليه الكنيسة، وكان الوقت مساء. فرأى الغفير عبد العزيز علي المكلف بحراسة الجراش ليلا، رأى جسما نورانيا متعلقا فوق القبة، فأخذ يصيح بصوت عال: نور فوق القبة. ونادى على عمال الجراش فأقبلوا جميعا
وشهد أنهم أبصروا نورا وهاجا فوق القبة الكبرى للكنيسة، وأحدقوا النظر فرأوا فتاة متشحة بثياب بيضاء جاسية فوق القبة وبجوار الصليب الذي يعلوها. ولما كان جدار القبة مستديرا وشديد الانحدار فقد تسمرت أقدامهم وهم يرقبون مصير الفتاة. مضت لحظات شاهدوا بعدها الفتاة الجاسية وقد وقفت فوق القبة، فارتفعت صيحاتهم إليها مخافة أن تسقط، وظنها بعضهم يائسة تعتزم الانتحار فصرخوا لنجدتها، وأبلغ بعضهم شرطة النجدة، فجاء رجال النجدة على عجل وتجمع المارة من الرجال والنساء، وأخذ منظر الفتاة يزداد وضوحا ويشتد ضياءا، وظهرت الصورة واضحة لفتاة جميلة في غلالة من النور الأبيض السماوي تتشح برداء أبيض وتمسك في يدها بعض من أغصان شجرة الزيتون، وفجأة طار سرب من الحمام الأبيض الناصع البياض فوق رأسها. وحينئذ أدركوا أن هذا المنظر روحاني سماوي، ولكي يقطعوا الشك باليقين سلطوا أضواء كاشفة على الصورة النورانية فازدادت تألقا ووضوحا، ثم عمدوا إلى تحطيم المصابيح الكهربائية القائمة بالشارع والقريبة من الكنيسة، فلم تختفي الصورة النورانية فأطفأوا المنطقة كلها، فبدت الفتاة في ضيائها السماوي وثوبها النوراني أكثر وضوحا، وأخذت تتحرك في داخل دائرة من النور يشع من جسمها إلى جميع الجهات المحيطة بها. عندئذ أيقن الجميع بأن الفتاة التي أمامهم هي دون شك مريم العذراء، فعلى التصفيق والصياح والتهليل حتى شق عنان السماء. هي العذراء، هي أم النور. ثم انطلقت الجموع تنشد وترتل وتصلي طوال الليل حتى صباح اليوم التالي. ومنذ هذه الليلة والعذراء الطاهرة تتجلى في مناظر روحانية أمام الألوف وعشرات الألوف من الناس مصريين وأجانب، مسيحيين وغير مسيحيين، رجالا وسيدات وأطفال، ويسبق ظهوره ويصحبه تحركات لأجسام روحانية تشق سماء الكنيسة بصورة مثيرة جميلة ترفع الإنسان الطبيعي إلى فوق مستوى المادة وتحلق به عاليا في جو من الصفاء الروحاني. بركة سيدتنا وكلنا وفخر جنسنا السيدة العذراء فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Thank you.
Agios osios, agios esheros, agios asanatos, o anastasik ton nekron ke anil son yestos oranos elei sonimes. Zon sebetri ke yon ke agiop nevmati kenin ke ani Kesus eonaston eonon amine getriyes eleison imen. Şlil Ebebrosef kestasite irini pasni Ketum nevmati Yesus Yasen Rabbi Yesu al-Mesih الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا نبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لأنكم لن تبصر أذانكم لن تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحم واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نياحهم المرضى عايش فيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقياماتنا كلنا وانت الذي نرسلك يا ماروت شاسخن إكليسية انت بفلاؤوس اللهم الو اسمايل وفيت كاتدرا انت نيبرز فيت كوينو متيوت ام فريتين هانيسو اف انا في الجينيت واحد سوتون واف اي اونو افر كنجاب شوي سوان نفام ان ان اسي جين سوك بيف اوي بشايني كاتا التاكسيس ملشي سيدي ساوينا من مقبن يوتس وابن بطريال شيس بابا فتا ودرس بماهن اسنا من بن يوتن ابس كوبوس ابا يو اني شيس في عره بتن Sete metavovos e o acosamento agio evangelio. Fez naruten je vesni o genebrane mepsoi sentinigum kirie flogisun. Ek tu kata iu annena agio evangelio tu anarenus ma. من مزامير أبينا داود النبي بركات على جميعنا آمين اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو هالليلويا مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل ينال نور الحياة قال له الفريسيين أنت وحدك تشهد لنفسك شهادتك
ليست حقا. أجاب يسوع وقال لهم: إني وإن كنت قد شهدت لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب، وأما أنتم فلستم تعلمون من أين أتيت ولا إلى أين أمضي. أنتم إنما تدينون بحسب الجسد، وأما أنا فلست أدين أحدا، وإن أنا دنت فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني. ومكتوب أيضا في ناموسكم أن شهادة رجلين حق، أنا أشهد لنفسي وأبي الذي أرسلني يشهد لي. قالوا له: أين هو أبوك؟ أجاب يسوع: أنكم لا تعرفونني أنا ولا أبي، ولو كنتم تعرفونني لعرفتم أبي أيضا. هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل، ولم يقدر أحد أن يمسكه لأن ساعته لم تكن قد جاءت. بعد والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا أحبائي. أنا في منتهى السعادة إن ربنا أعطاني هذه البركة أن أصلي في مثل هذا اليوم العظيم في هذا المكان العظيم، فدي نعمة كبيرة جدا. وأنا آسف أن أنا تأخرت، سيدنا البابا خلص الاجتماع الساعة 3 اللي كنا مجتمعين فيه، وأنا قلت هاجي هنا الساعة 3 وتلت ولا حاجة. إحنا في العربية من الساعة 3 بالضبط لغاية 4 وتلت، مش عارف القاهرة وزحمتها دي، احنا في أسيوط مش مولفين على كده. فمعذرة ان انا اتأخرت يعني. اما هذا اليوم العظيم يا احبائي، زي ما سمعتوا في السنكسار، ما حدث من تجليات للسيدة العذراء فوق قباب كنيستها هنا بالزيتون منذ 51 سنة لم يحدث في تاريخ البشرية كلها، واعتقد انه مش هيحدث، معرفش بكرة وبعده في ايه. انما السيدة العذراء ظهرت في اماكن كثيرة بس ما فيش زي هنا، ولذلك هذا المكان عظيم ومقدس جدا. كانت اطلالة حب الهي من السماء، كانت اطلالة حب الهي من السماء على الارض ومن الابد على الزمن. تخيلوا يا احبائي ان احنا النهاردة شفنا العذراء، تخيلوا ان احنا النهاردة واحنا بنصلي العذراء ظهرت في وسطينا كده. هترفعكم للسماء ولا لا؟ وهترفع مشاعركم للسماء ولا لا؟ وتنسوا الارض والزحمة والزيطة وكل اللي في دماغنا ننساه. هرجع واقول تاني، تخيلوا ان انتوا شايفين العذراء دلوقتي. ولذلك من بركات ظهور السيدة العذراء انها بترفع قلبنا للسماء، زي ما قال معلمنا القديس بولس الرسول لأهل كورنثوس: ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى، لان الاشياء التي لا ترى ابدية والتي ترى فزمنية. ومعلمنا القديس بولس الرسول
أهل فيلبي، أما سيرتنا نحن هي في السماوات. تسأل على فلان كده يقول لك ده ساكن في شارع نصوح في الزيتون، في الزيتون، وولاده مش عارف مدرسة ايه، وبيجي يصلي هنا كل يوم حد وكده، سيرته كده، ساكن في حتة معينة وبيروح الحتة الفلانية، سيرته كده. معلمنا القديس بولس بقى بيقول سيرتنا في السماوات. وفي الترجمة القبطي بتاعتنا بدل كلمة سيرتنا جت وطنيتنا. وطنيتنا هي في السماوات. فالنهاردة في عيد ظهور العذراء اللي شدت أنظارنا للسماء، عايز أتأمل معاكم إزاي سيرتنا في السماوات ووطنيتنا في السماوات. رب المجد في يوحنا 17 قال لأنهم ليسوا من العالم كما إني لست من العالم. يعني أبونا يوسف هنا ده مش من العالم، مش من العالم، ده مخلوق سماوي. فربنا وصفنا ان احنا مش من العالم، فكرنا كله في السماء. نقرا في مزمور 73 لأصاف المرنم من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض. كل حاجة في كياني في السماء، من لي في السماء، سيرتنا في السماوات مش على الأرض. عايز كل واحد فيكم يعيش هو موطنه السماء مش الأرض، سيرته في السماء مش في الأرض. نقرأ مثلا في العظة على الجبل عن الصلاة، ربنا قال إيه؟ صلوا أنتم هكذا أبانا الذي، أبانا الذي إيه؟ في السماوات، أبويا في السماء. وكل ما صلي أقول له يا أبويا اللي في السماء، وعقلي يروح السماء. لما جه ربنا يتكلم عن الصدقة قال إيه؟ احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. لما تيجي تدي الفقير زي ما ربنا قال لا تدع يمينك تعلم ما تفعل شمالك، ولا لا تدع شمالك تفعل تعلم ما تفعل يمينك. فمتى صنعت صدقة لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. إنك بتسلم العطية لربنا مش بتحط في الصندوق، لا، وانت بتحط في الصندوق ربنا بيستلمها منك في السماء. يتحط ظرف تحت عقب الباب بتاع واحد فقير، انت بتحط الظرف تحت عقب الباب وربنا بيستلمها منك في السماء. يبقى ربنا لما كلمنا عن الصلاة قال أبانا الذي في السماوات، لما كلمنا عن الصدقة قال خلي صدقتك في الخفاء عشان أبيك الذي في السماوات يجازيك علانية. لما جه كلمنا عن العطاء قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، ما تكنزش في البنك الأهلي، اكنزوا لكم كنوزا في السماوات، اكنز في بنك الأبدية تسافر تلاقيها، اكنزوا لكم كنوزا في السماوات. كل ما تيجي تحط مبلغ لربنا انت بتحطه في البنك السماوي. سيرتك في السماء، انت ما روحتش الحتة الفلانية عشان تحط الفلوس، لا، انت اديتها في السماء. سيرتنا في السماوات. طيب يبقى قلنا الصلاة كأننا في السماء، في الصدقة كأننا في السماء. لما تيجي تغفر لأخوك، ربنا قال في العظة على الجبل إن غفرتم للناس زلاتكم زلاتهم
يغفر لكم أبوكم السماوي. أبوك شايفك وانت بتغفر وشايفك وانت بتنشفي دماغك، إنما لما تروقي وتغفري ربك السماوي شايف ويغفر زلاتك. طيب احتياجاتنا على الأرض، احتياجات رب المجد قال ايه؟ انظروا الى طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، وابوكم السماوي يقوتها. ابوكم السماوي هو اللي بيخلي باله من الطيور. ألستم انتم بالحري افضل منها؟ عشان كده قال فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يبقى ربنا في العزة على الجبل، الصلاة قال قولوا أبانا الذي في السماوات، الصدقة قال تصدقوا في الخفاء وأبوك السماوي شايف، العطاء قال اكنزوا لكم كنوزا في السماء، المغفرة قال اغفر عشان ابوك السماوي يغفر لك، احتياجاتك قال طيور السماء ربنا بيقوتها وملهاش ولا مخزن ولا حتى يشيلوا فيها. فكان بالحري انتم افضل منها. ابوك انت هو اللي بيوكل الطيور، مش هيوكلك. الكنيسة أحبائي قال عنها أبونا يعقوب أنها باب السماء، بعد ما شاف السلم اللي واصل بين الأرض والسماء يقول استيقظ يعقوب من نومه وقال حقا أن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم، وخاف وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. الأخت اللي داخلة من الكنيسة دلوقتي مش داخله كنيسه الكاتدرائيه اللي في الزيتون، دي داخله السماء، باب السماء، كنيسه قطعه من السماء على الارض. فالكنيسه باب السماء. لما بنخدم رجعوا التلاميذ فرحانين وبيقولوا لربنا حتى الارواح كانت تخضع لنا، الا تفرحوا بهذا بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات. ما تفرحش ان الارواح خضعت ليك، افرح ان كل خطوة تعبتها مسجلة في السماء واسمك كتب في السماء. تعالوا نراجع اللي قلناه عشان عايز اختم كده بجملة. ربنا قال احنا مش من هذا العالم، في مناجاته للآب قال ليسوا من هذا العالم كما إني لست من هذا العالم. إحنا سيرتنا في السماء. أصاف المرنم قال في مزمور 73 من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. رب المجد في العظة على الجبل عن الصلاة قال صلوا أبانا الذي في السماوات. عن الصدقة قال ما تخليش شمالك تعرف اللي بتعمله يمينك، وأبوك السماوي الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. قال عن العطاء لا تكنزوا على الأرض، اكنزوا لكم كنوزا في السماء. لما تيجي تتنيح بعد طولة عمر خلي ليك حساب كبير في السماء، مش تموت وتسيب حساب في الأرض للناس يتخانقوا عليه بعد كده. خلي حسابك في السماء. لما تغفر لأخيك وتغفر لأختك يغفر لك أبوك السماوي. بالنسبة لاحتياجاتنا قال تأملوا طيور السماء لا ليها مخزن ولا ليها حاجة، ولكن أبوكم أنتم السماء هو اللي بيقولها. لما تعوز حاجة قول يا رب يا اللي في السماء. لما تيجي تتصدق قول يا رب يا اللي في السماء، وحس انك قدام ربنا اللي في السماء. سيرتنا في السماوات. هختم بقى بجملة مكونة من اربع
أجزاء. الجزء الأول لما بنخطئ بنخطئ قدام السماء، عشان كده الابن الضال قال إيه؟ أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. الجزء الثاني لما بنتوب بنتوب قدام السماء والسماء بتفرح، عشان كده ربنا قال في مثل الخروف الضال أقول لكم أنه يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. تيجي واحدة منكم تعترف عند أبونا مخاييل مثلا بدموع وتوبة حقيقية، السماء تفرح بدموع واحدة بس. الجزء الثالث لما ابونا بيجي يقرأ لك التحليل او يقرأ لك التحليل، نقرأ في متى 18-18 كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء وما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. يعني لما ابونا يقول لك الله يحلك او يقول لك الله يحلك خلاص بيتي محللة في السماء. لما بنخطئ بنخطئ قدام السماء، لما بنتوب بيكون في فرح في السماء، لما بتعترفي بيكون في حل ليكي في السماء. الجزء الأخير من الجملة بقى أو من الموضوع تناول الجسد اللي هنتناوله ده، رب المجد قال في يوحنا 6 لأن خبز الله والنازل من السماء. فكركم احنا بنتناول القربانة دي؟ لا 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 خالص. القربانة دي الأخ القربني خبزها مشكورا وبس، إنما بتتحول للخبز النازل من السماء. ألواب حياة للعالم في نفس الإصحاح رب المجد يقول أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. فإحنا سيرتنا في السماويات وطميتنا في السماء. النهاردة في عيد ظهور أمنا العذراء، هرجع أقول تخيلوا إنه العذراء في وسطينا النهاردة شايفينها بعينكم الجسدية، كل أفكاركم وكل مشاعركم هتروح للسماء. فمن ضمن البركات الجليلة لظهور السيدة العذراء انها جذبت انظارنا للسماء. وهنا ونتذكر قول القديس بولس اللي بيقول اما سيرتنا او وطنيتنا هي في السماء. احنا مش من هذا العالم، من لي في السماء. لما اصلي اقول يا ابويا الذي في السماء، لما اتصدق اتصدق من اللي ادهوني ربنا في ايد ربنا اللي في السماء. لما احتاج حاجة اقول يا ابويا السماوية اللي بتقول الطيور قولني هيبعت لي. الكنيسة لما ادخلها هي باب السماء. لما اخدم ربنا قال ما تفرحوش الا بان اسماءكم كتبت في السماء. لما اخطئ هأخطئ قدام السماء، لما توب هيكون في فرح في السماء، لما اعترف هتحالل في السماء، لما بتناول بتناول الجسد النازل من السماء. أما سيرتنا أو وطنيتنا فهي في السماء. دي الحاجة الجميلة النهاردة اللي تأملنا فيها من بركات ظهور أمنا العذراء في هذا المكان العظيم. إنه يوم عظيم ومكان عظيم مبارك، فلتشملنا بركة السيدة العذراء كل الأيام لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا
نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بونتي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المبسط من الآب نذكر له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي سامحوني شليل إيرني باسي كتب نلماتي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملات الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطائرة الرسولية سرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسكر الشر الملبس الموت واجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير انتراح في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا تقدموا على هذا الرسم قفوا بمخافة ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصت الرب مع جميعا
يكون مع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم نشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الآبات الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا الذي والسلطات والكراسي والربوبيات والقوة وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل نون ست قدس قدس رب الصباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس أيها الرب إلهنا بالحقيقة أن السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس من قبل ابنك الحبيب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح املأ هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة
التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها. وضعي أمامك هذا الخبز وهذه الكأس لأن ابنك الحبيب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح في الليلة التي سلم فيها ذاته ليتألم عن خطايانا والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا نؤمن. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباغيتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبي أبا وسيدا لكل أحد وشكرا. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. آمين. نؤمن ونعترف ونمجد. وقسمه وأعطاه لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحقيقة. آمين. وهكذا الكاس أيضا من بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا. آمين. القديسين ورسلي الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو أيضا بالحقيقة. آمين. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبلغ
السماوات نعترف، نسبح ونبارك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. فالآن يا الله الآب الضابط الكل فيما نحن نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمين أبيك وزورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا في انقضاء هذا الدهر، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد كعماله إن كان خيرا وإن كان شرا. برحمتك يا قرابينك من ملكا يا أبانا القدوس. اسجدوا لله بخوف. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، لا تخزنا بالخزي الأبدي ولا تطرحنا نحن عبيدك ولا تصرفنا عن وجهك ولا تقل لنا أنني لست أعرفكم، بل أعطي ماء لرؤوسنا ونبيع دموع لعيوننا لكي نبكي نهارا وليلا أمامك على زلاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، التي سبق إظهارها والتي نسيناها، هذه التي يعرفها اسمك القدوس. اسمع يا رب طلبة شعبك والتفت إلى تنهد عبيدك، اسمع يا رب طلبة شعبك والتفت إلى تنهد عبيدك، ومن أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تحرم شعبك من حلول روحك القدس. ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل، ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل، ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل. شعبك وكنيستك، شعبك وكنيستك، شعبك وكنيستك يصرخون إليك، ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل، ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل، ارحمنا يا الله الآب يا ضابط الكل. اسجدوا لله الآب ضابط الكل. وارسل إلى أسفل من علوك المقدس
ومن مسكنك المستعد ومن حضنك غير المحصور ومن عرش مملكة مجدك. ارسل الباركليت الروح القدوس الأقنوم غير المستحيل ولا متغير، الرب المحيي الناطق في الأنبياء والناموس والرسل، الحال في كل مكان ومالئ كل مكان ولا يحويه مكان. واهب القداسة بسلطة بمسرتك للذين أحبهم وليس كالخادم، البسيط في طبيعته الكثير الأنواع في فعله، ينبوع النعم الإلهية، المساوي لك والمنبثق منك، شريك عرش مملكة مجدك، وابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. علينا نحن عبيدك وعلى هذه القرابين المقدسة السابق وضعوا أمامك على هذا الخبز وهذه الكأس لكي يتطهرا وينتقلا، وهذا الخبز تجعله جسدا مقدسا له. والمزيج الذي في هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. أيضا نؤمن. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، لكي يكون لنا نحن جميعنا المتناولين منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير مرايا. يا رب ارحم، صبرا كاملا ورجاء ثابتا، كيريا ليسون، إيمانا وسهرا وعافية وفرحا. يا رب ارحم، تجديدا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا ومجدا في حياتنا لاسمك القدوس، كيريا ليسون، شركا في سعادة الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا. يا رب ارحم، نسألك يا رب حل المربوطين وخلص الذين في الشدائد، كيريا ليسون، الجياع اشبعهم صغير القلوب يا رب عزيهم. يا رب ارحم، الساقطين اقمهم والقيام ثبتهم، كيريا ليسون، الضالين ردهم ادخلهم سريعا إلى طريق خلاصك. يا رب ارحم، ردهم مع شعبك ونحن أيضا انقذنا من خطايانا صائرا حارسا وساتر علينا، صائرا حارسا وساتر علينا في كل شيء. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب سلام كنيستك، سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ارحم، هذه
المسكونة إلى أقصائها. اذكر يا رب رئيس أرضنا عبدك يا رب ارحم. احفظه بسلام وعدل وجبروت، ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصبي. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أعطي أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس، لكي نحيا نحن أيضا في سيرة هادئة ساكنة، ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك يا رب ارحم. اذكر يا رب أبينا الطوباوي المكرم رئيس الأساقفة، البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني يا رب ارحم. احفظ حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة، مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنته علي من قبلك كإرادتك المقدسة الطوباوية. اذكر يا رب آبائنا المطارنة والأساقف الأرثوذكسيين الذين في كل موضع يا رب ارحم. اذكر يا رب القمامسة والقصوص والشمامسة والإبدياقونيين والأغنسطسيين والمرتلين والرهبان والعذارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا اذكرونا والذين لم يقولوا، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، أعدائنا وأحبائنا. اللهم ارحمنا يا رب ارحم. اذكر يا رب بقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع يا رب ارحم. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرك آبائنا الأرثوذكسيين يا رب ارحم. وكل مدينة وكل كورة والقرى والنجوع الفقيرة وكل بيوت المؤمنين، واحفظنا كلنا في الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير، لأن هذا وحده هو رجاؤنا. اذكر يا رب القيام هاهنا والمشاركين لنا في الطلبة يا رب ارحم. أباؤنا وإخوتنا وبقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكونة، واحفظهم وإيانا بمعسكر قواتك السمائية، ونجنا من سهام إبليس المتقد نارا ومن كل المصائد الشيطانية ومن فخ المجد الباطل يا رب ارحم. اذكر يا رب كل الذين
أمرونا وأوصونا أن نذكره يا رب ارحم في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم في كل حين والذين في فكر كل واحد وواحد منا وتذكروا من الذي صار الآن فليكن لهم مثل سور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرات الناس الأشرار يا رب اسجدوا لله بخوف ورعدة اذكر يا رب نفسي الضعيفة الشقية وامنحني أن أفهم ما هو عظم قيامي أمام مسبحك المقدس واقطع عني كل لذات الجهل والصبا لكي لا يكون لي هذا ثقلا في جواب يوم الدينونة المرهوبة ونجني من كل أفعال القوات المضادة ولا تهلكني بآثامي ولا تغضب إلى الأبد فتحفظ لي شروري بل أريني أنا أيضا صلاحك فيا ونجني أنا غير المستحق ككثرة رحمتك علي لكي أباركك كل حين جميع أيام حياتي اذكر يا رب هذا الكانوت المقدس الذي لك وكل الرتب الكانوتية الأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامك اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرافات وامحو آثامنا كصالح ومحب للبشر اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرأفات وامحو آثامنا كصالح ومحب للبشر اللهم شاركنا الحلول معنا الآن لنخدم اسمك القدوس يا رب تفضل يا رب هويات السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم رضاك مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتكسر ثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق دبر حياتنا كما يليق دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين الحسن اصنع معنا بحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ما بيبشو يسنين
طافئين ناكي خون نيزور نمني طافئين ايكو نمني طافئين ويبني توتو مينو تير ويمبي فيكي تيفل فني في رو سمك ساستي برتون اجيون تيميون زورون توتون كيسي سيون ايمون كبروز فيرون تو القدسين الذين أرضوك منذ البدا بين الأطهار والسلبة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصار القديس المملوء مجدان العذراء كل حين وادري إلى القديس الطاهرة مريم التي وطن الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابع شهيد والقديس تبانوس رئيس الشمام سواهون الشهداء ونازل الإنجيل مرقس الرسول الطاهر هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي عليه القارئون فليقولوا أسماء بين البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا يا رب لك المال.
الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم أحفظنا في إيمانك إنعم علينا بسلام آمك إلى التامة ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم ولروحك أيضا أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسرار الإلهية غير الميتة آمين الجسد المقدس نسجد لجسدك مسيحك ضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب ارحم بركة وسلام لجميعكم ولروحك أنت هو الله الآب الضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم كيرياليسون كيرياليسون يا رب الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود الصوم والصلاة هما اللذان عملا
بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بأسبوع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما أهل نينوى، فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عن كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب الرحام. الصوم والصلاة هما اللذان يعملا بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان يعملا بهما الرسل وبشروا في جميع المسكونة وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والإب والروح القدس. كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب الرحام. الصوم والصلاة هما اللذان يعملا بهما الشهداء وسفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان يعملا بهما الأبرار والصديقين ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبته في الملك المسيح. كيريه ليسون، كيريه ليسون يا رب الرحام. ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بالشكر. طهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا وعيوننا وأفهامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ نحوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة إن بخريستوس يسوس بين شوي تسكيفا لانسيمون تو كيريو إكليناتي نبيان سو كيريا بروس خومين سيو متفوفو آمين اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها خلصت حقا وروحك ننصت بخوف الله امين. كيريه ليسون، كيريه ليسون، كيريه ليسون. القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح وقدوس الروح القدس امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس امين. ارني باسي كتب نغماتيسوس
يسو خريستو تويو تسيوي منامي آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين آمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين حقا نؤمن أمين أمين أمين. أؤمن 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 واعترف إلى نفسي الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الحبيب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطي عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتناول منه أؤمن 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 أن هذا وبالحقيقة أمين 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 أمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قلنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكون معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم. كيري يزوت صار